الرحمن الرحيم، مشهد مش هتشوفه غير عند الحيوانات. ثعبان يفترس عصفورة، والثعبان ماسك العصفورة، واخوات العصفورة ملمومين. يعني المشهد ده انا ساعة ما شفته قلت اكيد في حاجة، عصفورة واقعة مش عارف ايه، ما شفتش حاجة. فشفت المشهد لفته وبصور، لقيت ثعبان ماسك العصفورة وعايز ياكلها، فساعة ما شافني سابها بس ماتت. شاهد والإخوة العصافير عايزين ينقذوا العصفور. شوف سبحان الله، مشهد مش هتشوفه غير عند الحيوانات، الإخوة وقت الشدة. الله أكبر الله أكبر، العصافير دي ما تعرفش ايه ملمومة عليه، يمكن واحد صغير واقع. واحد صغير؟ اه، امال هما ملمومين ليه؟ هما كلهم اصلا شكلهم كلهم زغاليل، او واحد واجع منهم فهم كلهم طايرين عليه. شوف عاملين ازاي. احنا لازم نشوف هما ملمومين عليه. شوف العصافير دي ملمومة عليه اهو، سبحان الله. عشان قلت تعبان اهو، تعبان ماسك عصفرة وهم ملمومين سبحان الله عشان خاطر يحشوه. تعبان اهو اهو، انا بخاف من التعابين، انا لو مش خايف منه كنت مسكته. اهو ساب العصفرة دي، تعبان تعبان كبير اهو، ده هو كان ماسك عصفرة. تعبان ماسك عصفرة عندي كرابة، بس انا بخاف منه. ايه اللي تعبان؟ ما التعبان كان ماسك عصفرة. يعني التعبان صح؟ ايوه صح، تعبان اصفر. والله وضع العصفرة اهي، انا برضو شفت المشهد. اه صورته. اه انا لو ما بخافش منه كنت مسكته. العصفرة اهي اللي كان ماسكها، والعصافير كانت ملمومة سبحان الله. انا شفت المشهد قلت لازم يكون في حاجة، اكيد العصافير ما تعملش كده. فسبحان الله. طب اتكلم مين؟ بالعصفرة اللي كان ماسكها ايه؟ بالله عليك يا ست الكل، مش انا قلت لك العصافير دي ملمومه ليه؟ قلت ملمومه على الرز. اه انا عارف ان مش على الرز. لقيته فين؟ لقيت التعبان اهو في الحته دي كده. كبير؟ كبير. اه ماسك عصفره عايز ياكلها. يا لهوي. والله هو في الحته دي، لو حد الدنيا محمد هوريه لك، هو في الكاميرا، لو حد هنا بيعرف يمسك التعابين ازعجوه. هو واقف هنا، مفيش حد بيمسكهم، طب لهم واحد بيجي كده. انا خفت منه سبحان الله، شفت العصافير كانت بتعمل ازاي؟ اه وانت بتقول لها لا ده رز. انا بقول لك يمكن ملمومين على رز ولا حاجه، وتقول لها انت عيل اهبل. اه شفت، عرفتي؟ سبحان الله سبحان الله، نهاره اسود، ربنا يستر. هات الشيح ده، هو تعبان كبير، نهاره طويل، ربنا يستر. هو خشن اهو كده، لو حد بيعرف يمسك تعابين هيمسكه. طب يجي واحد كده، هو في الحتة دي تعبان اصفر، هوريه لك دلوقتي. طب وريه لي كده، انا هروح اجيب شيخ وريه. ربنا يستره. هو سبحان الله، هوريك العصافير والمانو. سبحان الله، اخواته العصافير سبحان الله كانوا ملمومين عشان خاطر ينقذوا العصفرة الصغيرة. سبحان الله سبحان الله، عشان ربنا كبير يا اولاد. سبحان الله، هو ساعة ما شافني سابها، هو ساعة ما شافني سابها على طول مباشر. وانا هوريك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا والله العظيم كان نفسي اموته، بس انا بخاف منه. هو يعني انت شفته بره؟ شفت التعبان وهو ماسكها، كبير كبير قوي قد العصا ده اللي في ايد الولد. يا نهار ابوها اسود، هو تعبان اصفر. لا 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 لا. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين شيخ بقى. منظر بصراحة، منظر جميل المنظر ده، برسم لسه بيطلع.